السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، معكم أحمد العربي من ميدانات ميكروتك أفريقيا وجروبنا على الفيسبوك ميكروتك أفريقيا. بنرجو من الأعضاء انضمام للجروب وعمل المشاركة الميدانية كي يشاهدها الأعضاء الجدد. شرحنا إن شاء الله النهاردة شرح مهم جدا جدا يهم جميع الأعضاء في مصر والوطن العربي، خاصة الأعضاء المهتمية بأجهزة يوبيكويتي وبعض التحديثات الأخيرة في السوفت وير. شرح اليوم: سوفت وير عبقري يعمل على أجهزة الإم 5 وأجهزة الإم 2 في وقت واحد بدون أي مشاكل وفتح جميع الترددات بكل سهولة. النهارده يا شباب معانا سوفت وير يعمل على اجهزه الام 5 وعلى اجهزه الام 2 زي النانو ستيشن ام 2 واجهزه ال جي بسوفت النانو ستيشن ام 2، وعندنا البوليت الام 2 والبيكو ستيشن الام 2. طبعا معانا النهارده شرحنا على الروكت الام 5 وعندنا النانو ستيشن ام 5، وهنجرب مع بعض على جهاز النانو الام 2 وهو سوفت وير واحد هيحدث معاك الاجهزه اللي موجوده معاك بدوله لسنسد. وعارفين ان دولة لسنسد هي تاني دولة بعد كومبلانس تيست في فتح جميع الترددات على الام 2 من الاثنين وثلاثة والاثنين وخمسة والاثنين وستة والاثنين وسبعة، وايضا في اجهزة الام 5 بتفتح ترددات كتيرة جدا جدا وهنشوفها حاليا مع بعض في الشرح. يمكن السوفت وير ده موجود على مدونة مايكروتك افريقيا من فترة، بس بجرب النهاردة بعض التجارب على بعض الاجهزة فلقيت السوفت وير بيقبل على اجهزة الام 5 وعلى اجهزة الام 2 في نفس الوقت بدون اي مشاكل، فدي حاجة جميلة جدا جدا ويمكن تعرض لاول مرة. يمكن بعض الاعضاء ما تعرفش الموضوع ده الخاص بالسوفت وير اللي هنشوفه النهاردة، وازاي بنحدث اجهزة الروكت الام 5 وازاي بنحدث اجهزة النانو ستيشن ام 2 واجهزة النانو ستيشن ام 5 على نفس السوفت وير من الاكس دبليو او الاكس ام. طبعا في الاصدارات الاخيرة ان هي كلها طبعا بسوفت وير الاكس دبليو، والاصدارات القديمة بسوفت الاكس ام، مفيش اي مشاكل معانا. هنرفع طبعا الملفين على مدونة مايكروتك افريقيا. بنرجو من الاعضاء من الانضمام الى الجروب وعمل مشاركة للمدونة على الفيسبوك وعلى بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وعمل متابعة للمدونة طبعا لكي يصلك جديد الشروحات وانضمام لقناة اليوتيوب. تعالوا ندخل اول حاجة يا شباب على الروكت الام 5. كلنا عارفين الروكت الام 5 من الاجهزة الجميلة جدا جدا، بتعمل على ثلاث انتنات منها الامن والسيكتور والدش. تعالوا ندخل اول حاجة على اليوزر نيم يو بي ان تي زي ما انتم شايفين، ونتاكد من السمول. عندنا الباسورد، هنختار الكونتري، هنختار مثلا الصين، علشان الصين طبعا بقدر اغيرها بعد كده من خلال اقامه الوايرلس. بختار اي دوله تانية زي السنسيت او يونايتد ستيت او مثلا اليابان. ببدا اضغط صح على الاتفاقيه، هدخل على السوفت وير اللي موجود معايا من قائمه سيستم، ونبدا نرفع الملفات اللي موجوده معايا او الملف اللي موجود معايا، وهنشوف التحديث ده. هل طبعا الروكت هيقبل التحديث بدون اي مشاكل؟ هل النانو ستيشن الام 2 هيشتغل على نفس السوفت وير؟ وهنشوف الكلام ده من خلال الشرح حاليا يا شباب. هندخل على قائمه السيستم، طبعا انا معايا اصدار قديم من السنسد. هندخل طبعا اختيار ملف، وهنشوف طبعا الملف اللي موجود معانا اهوت. تمام، زي ما انتم شايفين عندنا اكس ام، طبعا السوفت 6.1.7 لسنسد ام 5، وعندنا شرطتين صغيرين كده زي ما انتم شايفين. ام 2 بيعمل على الام 5 وبيشتغل على الام 2، هنشوف الكلام ده من خلال الشرح يا شباب. عندنا السوفت وير هنتاكد منه طبعا اهم شيء، طبعا الاكس دبليو. بختار ملف بتاعي على الاكس دبليو، طبعا الثاني واحد اهو زي ما انتم شايفين. بعد كده بضغط على ابلود، هننتظر لحظات يا شباب مع بعض. بعد كده بضغط على ابديت، هننتظره زي ما انتم شايفين. لو عندنا اي مشاكل في رفع السوفت وير على جميع اجهزه يوبيكويتي، قلنا اللوكو او النانو او اي جهاز يا شباب، في بدايه التحديث او اختيار الملف بختار معاك الملف بدون اي مشاكل. بعد كده طبعا بترفع الملف على الروكت او النانو ستيشن بتاعك. بعد كده عند الضغط على الابديت بيقول لك ان في ايرور او في خطا في الملف ده، مش اشتغل على الجهاز حاليا معايا، او بيقول لك في اصدار مثلا اعلى من الاصدار اللي انت بترفعه. ففي مشاكل كتيره بتحصل لو جهازك مش هيقبل السوفت وير، فبتعرفها على طول من خلال التحديث من قائمه سيستم. زي ما انتم شايفين ان هو بيقبل التحديث معايا بدون اي مشاكل. ولو دخلنا طبعا شفنا الاصدار اللي موجود معانا هتلاقي 6.0. انا اشوف الاصدار بعد النزول بدون اي مشاكل من خلال الاستمرار في تنزيل السوفت وير، هيبقى امام الجميع كده، مش هنوقف الفيديو علشان الناس تطمن. جميع طبعا الشروحات وجميع السوفت وير وجميع طبعا الدمبات اللي بنرفعها على المدونه بتكون كلها مجربه زي ما انتم شايفين يا شباب. بنجيب الاجهزه وبنجرب وبنشوف هل الاجهزه طبعا متوافقه مع السوفت وير، وبنشوف التحديثات جميعا من على موقع شركه يوبيكويتي. هننتظر لحظات يا شباب في تحديث الروكت الام 5. كان لنا شرح طبعا سابق على مدونه مايكروتك افريقيا لتحديث اجهزه الام 2 بسوفت
اللي سنسد. طبعا جهاز الروكت الام 2 زي ما اتكلمنا وشرحناه، تقدر تركب له الاير ماكس الانتنه ال 13 دي بي او الانتنات ال 14 الام للاثنين اللي هي باللون الاسمر، ويشتغل عندك بدون اي مشاكل، بنوفر طبعا ثمن الانتنه. واتكلمنا عن جهاز طبعا النانو ستيشن او الروكت او البوليت الام 2 في نفس الشرح، شرحنا الروكت ومعانا جهاز البوليت، وقلنا السوفت وير هيعمل على جميع اجهزه الام 2 في الشرح السابق. انما الشرح حاليا اجهزه الام 5 ومع اجهزه الام 2 على نفس السوفت وير، يعني السوفت وير اللي موجود معانا النهارده هيشتغل على جميع الاجهزه الام 2 واجهزه الام 5. هنشوف مع بعض الشرح يا شباب علشان الاعضاء كلها تتاكد وتكون طبعا واثقين من السوفت وير. زي ما انتم شايفين هننتظر لحظات بس، الجهاز طبعا الروكت معايا هيبدا يعمل زي ما انتم شايفين اللوجو الجديد، ما كانش موجود معانا في الاسفل. هندخل تاني على نفس الباسورد يو بي ان تي يو بي ان تي، جميع اجهزه يوبيكويتي كلنا عارفينها من الاي بي ادريس الافتراضي ال 192.168.1.20 والباسورد. زي ما انتم شايفين طبعا ايه يا شباب معايا دلوقتي، بدا طبعا كنا في الشرح او منذ قبل النزول للسوفت وير كان 6.0، عندنا 6.1.7 بالسنسد، وزي ما انتم شايفين هيكون معانا الدولة الصين، هنقدر نغيرها بدون أي مشاكل، ناخد لسنسد معانا تحت، هننتظر طبعا يا شباب اهو تجيب لك لسنسد وهتشوف الترددات اهيت لسنسد اخرها اي دي تمام. بعد كده اهو زي ما انتم شايفين باخد اكسس بوينت او بختار اكسس بوينت تمام، وبعد كده بشوف الترددات اللي موجوده معانا، هتلاقي فاتح جميع الترددات من 5200 5300، بسم الله ما شاء الله ترددات كتيره جدا جدا على السوفت وير المتميز ده تمام. طيب تعالوا ندخل بقى على نفس الجهاز ونغير بس السوكت في جهاز النانو ستيشن الام 2، النانو ستيشن الام 2. طبعا انا هغير الكليبسات مع بعض يا شباب، انا مش هقفل الفيديو علشان الاعضاء طبعا تكون وصل لها كل المعلومات وكل طبعا الشرح من البدايه للنهايه. طبعا هننتظر بس لحظات، مع ان اللحظات طبعا في الفيديو ديت بتاخد وقت على الرفع على اليوتيوب، فهننتظر مع بعض. طيب كده خلصنا موضوع الروكت الام 5، وزي ما انت شايف كده في الاعلى فوق روكت ام 5، خد بالك من الحته دي، وعندنا التحديثات الاخيره لشركه يوبيكويتي زي ما انتم شايفين، يعني السوفت وير اللي انا منزله لك هيفتح لك الدول وهيفتح لك الترددات واللي انت محتاجها. طب تعالوا ندخل بقى على النانو ستيشن الام 2 من الاجهزه الموجهه ومن الاجهزه طبعا اللي هي القويه في البث، قلنا هتحتاج للبرج عشان تشغل زاويه 360 درجه من اربع او خمس قطع او ست قطع، ممكن اربع قطع يشتغل كويس جدا جدا معاك، زاويه النانو تقريبا 65 درجه. تعالوا ندخل على جهاز النانو ستيشن الام 2 معانا ونشوف التحديث على نفس السوفت وير، هيختلف بس من الاكس ام او الاكس دبليو. هندخل طبعا على الاعدادات، هنبدا ندخل على المتابعه، بعد كده يفتح لك الصفحه بتاعتك، طبعا هنختار دوله الصين، قلنا الصين ليه تاني؟ علشان الصين من الدول اللي احنا نقدر نختار او نقدر نغيرها بعد كده من داخل السيستم او من داخل الاوبشن جوه، نضغط على لوج اون، هنبدا ندخل على جهاز النانو ستيشن ام 2، زي ما انتم شايفين جهاز النانو ستيشن ام 2، اتاكد معايا وخليك ملاحظ كده الفيديو، لو نسيت حاجه او الفيديو طبعا بدا ان هو يتحرك بسرعه فرجع تاني الفيديو بدون اي مشاكل. زي ما انتم شايفين الاصدار معانا ايه؟ اكس دبليو، رقم السوفت معانا 5.6 زي ما انتم شايفين كده. هنبدا نختار الملف، طبعا اكس دبليو يا شباب هنختار الملف اللي موجود معانا تاني ملف، وهو ملف تحديث الروكت الام 5، هنبدا نضغط على الملف اللي موجود معانا ونضغط على الابلود تمام. بعد كده بعد لحظات بالظبط هنضغط على ابديت. طبعا لو في مشكله يا شباب في التحديث مش هيقول لك طبعا ان هو بيقبل التحديث، وزي ما انتم شايفين كده يمكن سوفت رهيب جدا جدا ويمكن هيعرض لاول مره، والسوفت وير ده يريحنا بقى ايه من مشكله الناس اللي عندها اجهزه ام 5 كتير او الناس اللي عندها اجهزه الام 2 اكسسات ال جي وكلام من ده كتير، فالسوفت وير ده هيشتغل على نفس الاجهزه. زي ما انتم شايفين في تحديث الروكت ام 5 منذ لحظات كان نفس السوفت وير اللي هو يحمل اصدار اكس دبليو، طبعا النانو ستيشن الام 2 نفس الاصدار زي ما انتم شايفين اكس دبليو، لان قلنا اخر تحديثات شركه يوبيكويتي كلها اصدارات ايه؟ اكس دبليو. طيب بعد كده هنحدث معانا ايه تاني عشان نتاكد برضك لو في مشكله؟ يعني حدث معانا النانو ستيشن الام 5، طبعا طالما اجهاز من نفس فئه الام 5 او تردد 5.8 حدث على السوفت وير، فاعرف ان جميع الاجهزه هتتحدث بدون اي مشاكل، يعني لو عندك بوليت
ام 5 هيتحدث بدون اي مشاكل، عندك لوكو هيتحدث على نفس السوفت وير، لايت بيم، نانو بيم، كل ما هو يخص لشركه ايبوكويتي في الاجهزه في نفس فئه الايزو او ام 5 هيحدث على نص السوفت وير. طبعا لو اجهزه الام 2 نفس الفكره حدثت هتحدث بدون اي مشاكل على جميع اجهزه الام 2 من بولت، من بيكو، من اكسسات ال جي. طبعا لو متعدله صح الاكسسات هتقبل السوفت وير طالما هو واخد السوفت وير او الدمب الاصلي بتاع النانو ستيشن الام 2، بالذات الاكسسات ال جي. يا ريت ان انت تتاكد من السوفت وير والسوفت وير ده هيشتغل. انا بتكلم النهارده او شرح النهارده شباب على اجهزه معتمده بسوفت وير طبعا مرخص من شركه يوبيكويتي، ما تكلمنيش على اكسسات ال جي لان اكسسات ال جي فيها مشاكل كتير، يعني ممكن وانت بتحدثها ونفس السوفت وير وكل حاجه فلاشه تضرب، ترجع تشحن فلاشه، تشحن دمب، كلام كتير في الاكسسات ال جي وبالذات لو متعدي الكوبري وكلام من ده. فخلينا انا بشرح لك النهارده في اجهزه معتمده بتقبل السوفت وير بكل سهوله. طبعا نفس السوفت وير ده شغال دلوقتي على الروكت الام 5، هيشتغل على الام 2 زي ما انتم شايفين كده بفضل ربنا، وهنبدا نشوف التحديثات الاخيره ونشوف قائمه الوير ليست ونغير الدوله لليسنسد ونشوف الترددات اللي هتفتح معانا من 2 و3 و2 و5 و2 و6 و2 و7، وبعد كده هنحدث النانو ستيشن الام 5 في لحظات هيكون معانا الفيديو. طبعا زي ما انتم شايفين اللوجو بدا ظهر معايا في الاسفل كده، يعني الشغل كده مظبوط، نفس النانو ستيشن الام 2 طبعا الجميل و الموجه زي ما انتم شايفين على قامه سيستم على طول نفس السوفت وير اكس دبليو 6.7 زي ما انتم شايفين اللوجو من فوق. طبعا الحجم بتاعه صغر شويه. بدا النانو ستيشن الام 2، هندخل على قامه الوايرلس بدون اي مشاكل. النانو طبعا زي ما انتم شايفين بدا ان يكون خفيف شويه في التحرك ما بين الاوبشنات اللي موجوده معانا من سيستم او وايرلس. فزي ما انتم شايفين كده هندخل على الترددات اللي موجوده معانا، هنفتح قائمه الترددات. طبعا احنا ما اخترناش الدوله اسف، لازم ندخل نغير الصين عشان الناس تبقى متاكده معايا. طبعا الليسنس ده هي اخرها اي دي عشان الناس بتتلخبط ما بين الدوله ليسنسد والدوله اللي فوقها. انا اختار طبعا نفس الفكره ونفس الاوبشنات اللي موجوده معانا. زي ما انتم عارفين ان النانو ستيشن من الاجهزه الجميله جدا جدا، هو الروكت الام 2 وطبعا شغال بخاصيه الاير ماكس. زي ما انتم شايفين ترددات 2 و3 2 و4 2 و5 2 و6 الى ما لا نهايه الى 2 و7، تقدر تتحرك ما بين الترددات اللي معايا وممكن تدخل تشوف خاصيه الاير ماكس من الخواص الجميله جدا جدا. ومش هتظهر خاصيه الاير ماكس، لازم تظهر خاصيه الاير ماكس عند اختيار الوايرلس مود اكسس بوينت، يعني من خلال ان انت تختار الاكسس بوينت هتشوف خاصيه الاير ماكس زي ما انتم شايفينها كده يا شباب هتظهر معايا. طبعا هنبدا نعمل حاجه بس سهله كده عشان نشوفها مع بعض، اكسس بوينت تمام، وهنعمل ايه تشينج ابلاي عشان نشوف خاصيه الاير ماكس. كلام جميل. طبعا هو هيقول لك ايه غير الباسورد بتاعنا، الباسورد الجديد مثلا اهو، هننتظر لحظات، هنقول تشينج، هنقول ابلاي، بعد كده ندخل على خاصيه الاير ماكس عشان نشوفها. قلنا خاصيه الاير ماكس مش هتظهر في وضعيه الاستيشن، هتظهر في وضعيه الاكسس بوينت. كلام جميل. هننتظر بس لحظات ونبدا ندخل على خاصيه الاير ماكس عشان الناس تتاكد منها، علشان بعض الاختلافات وبعض الاعضاء بتقول لك ما بتظهرش معانا خاصيه الاير ماكس. النانو ستيشن ده طبعا باصدار الاكس دبليو فما بيظهرش خاصيه الاير ماكس، فاهم؟ لازم تختار وضعيه الاكسس بوينت زي ما قلنا يا شباب. طبعا ننتظر بس لحظات علشان كان الجهاز بيحفظ الاعدادات الخاصه بالباسورد، وهندخل تاني، هنبدأ لحظات بس وندخل تاني يا شباب زي ما انتم شايفين اهو. نانو ستيشن طبعا هيبدأ يدخلك على طبعا البروسيسور بيرتفع اول في دخل في اول دخله كده وبعد كده بينزل تاني عشان الناس ما تقلقش من اي حاجه تمام. بعد كده زي ما انتم شايفين خاصيه الاير ماكس ظهرت معايا بكل سهوله. طيب تعالوا ندخل نشوف حاجه تانية يا شباب، وهي نانو ستيشن الام 5. النانو ستيشن الام 5 هنحدثه على نفس السوفت وير وعلى نفس الدوله بدون اي مشاكل. طبعا احنا بنعمل اعاده ضبط مصنع لجهاز النانو ستيشن الام 2 اللي موجود معايا علشان تبقى بالاعدادات الافتراضيه، عشان لو عاوز تغير من الدول، عاوز تتحكم في النانو ستيشن من البدايه عشان الباسورد اللي احنا عملناه، فتكون الناس فاهمه ازاي انت بتعمل ضبط مصنع بدون الضغط على الزرار اللي موجود اسفل جهاز النانو ستيشن الام 2. فمن خلال طبعا ان انت تضغط على الريست في الريست ديفولت زي ما انتم شايفين كده بنقدر نعمل اعاده ضبط مصنع. طيب تعالوا ندخل نشوف جهاز النانو ستيشن الام 5، هطلعه لكم من كرتونه مع بعض كده حاليا، وطبعا لما يخلص النانو ستيشن الام 2 في الرسترة ف
فهندخل على جهاز النانو ستيشن ام 5، نفس الفكره. هنعمل ايه؟ هنعمل السوفت وير اللي موجود معانا، هنشوفه اكس دام اكس دبليو اكس ام او اكس دبليو. فطبعا اخر اصدارات شركه يوبيكويتي بتكون كلها ايه؟ اكس دبليو اكس دبليو، فعايزين نعرف ديت بتكون كلها اكس دبليو. طبعا طالما حرف اليو على جهاز النانو ستيشن او الاجهزه، فاعرف ان ده كله اصدارات جديده، ماشي؟ يعني ممكن بعض البقايا من التوكيلات في الاصدارات القديمه، فالاثنين شغالين بدون اي مشاكل، كلام جميل. اما الاثنين كلهم من شركه يوبيكويتي، اهم حاجه اتاكد ان الجهاز اصلي، الجهاز اصلي، لان في بعض المنتجات طبعا بدات بعض الشركات الصينيه تقلد شركه يوبيكويتي في المنتجات النانو ستيشن او الباورات او بعض الروكيتات، فالكلام ده كله بيبقى واضح وباين امام الجميع. هندخل بقى نشغل النانو ستيشن ام 5 على دوله ليسنسد على نفس السوفت وير اللي هرفعه لك ان شاء الله مجانا على مديريه مايكروتك افريقيا. معلش طبعا الفيديو طول لمده 15 دقيقه حاليا، فيعني ممكن كمان 5 دقائق علشان نشوف النانو ستيشن عشان نتاكد من السوفت وير والاعضاء، طبعا ما يحصلش اي مشاكل لان الشرح مش مقتصر على مصر، قلنا جميع الدول العربيه بتشوف جميع السوفت وير او جميع الشروحات الموجوده على القناه او المدونه. طيب هنغير كده الكابلات معانا وندخل على جهاز النانو ستيشن الام 5. طبعا النانو ستيشن الام 5 من الاجهزه الجميله جدا جدا، الاجهزه الموجهه، ونفس فكره النانو ستيشن الام 2، هما الاثنين اخوات في طبعا حجم الميجا 150 ميجا بايت، ونفس البروسيسور ونفس الرام ونفس الانتنه الداخليه الموجهه، وقلنا نفس الوزن ونفس كل حاجه، بس اختلاف طبعا الامبرافاير داخلي من تردد الام 5 لتردد 2 و4. ندخل نشوف طبعا الاعدادات الافتراضيه زي ما انتم شايفين، الاي بي ادرس كلنا لازم نحفظه ولازم كلنا عارفينه، اللي هو 192.168.1.20، اليوزر نيم والباسورد بتاعنا يو بي ان تي يو بي ان تي، نتاكد ان احنا بنكتب اليو بي ان تي بالسمول او الحروف السمول. هندخل على جهاز النانو ستيشن الام 5، هيفتح معانا بعد لحظات كده زي ما انتم شايفين. نبدا ندخل على نفس الاي بي، طبعا هندخل كده على اعدادات نتابع معانا النانو ستيشن، طبعا هو لسه فاتح الوقت حاليا. هنختار دولة الصين، عرفنا طبعا الفكرة من اختيار الصين، هنختار الاتفاقية بتاعتنا. طبعا الاتفاقية دي احنا شرحناها منذ سنوات ماضية، اتفاقية الايثر شيلد طبعا، واتفاقية الترخيص الخاصة بجهاز النانو ستيشن الام 5، لان في بعض الناس بتنزل سوفت وير فابوهم خارج منظمه الترخيص الخاص بشركه يوبيكويتي، فلازم يشتري ترخيص بعد كده او يشحن الفلاشه من جديد، فبلاش نلعب في السوفت وير بتاع اجهزه يوبيكويتي بالذات هي ومايكروتيك، كلام جميل. طيب دخلنا على قائمه السيستم، طبعا زي ما انتم شايفين الاكس دبليو، طبعا تاني سوفت موجود معانا في الملفات، هندخل نحدثه على نفس الفكره، احنا دلوقتي فوق على النانو ام 5 اكس دبليو يا شباب، نفس السوفت وير اهو، تمام. هنضغط على ابلود، بنرفع الملف على جهاز النانو، طبعا لو في مشاكل مش هيرضى يقبله، لو في مشاكل مش هيرضى يقبله، ولو في مشاكل مش هيرضى يعمل له ايه؟ ابديت تحديث. فهنشوف الفكره دلوقتي مع بعض علشان نبقى يعني واضحين امام الجميع في الفيديو الجميل، والفيديو يمكن بقول يمكن محدش واخد باله من حته السوفت وير يعمل على اجهزه الام 5 ويعمل على اجهزه الام 2، يمكن ما شفت الشرح ليها خالص حتى في مواقع اجنبيه. فان شاء الله النهارده بنقدم شرح هديه لجميع اعضاء مدونه مايكروتك افريقيا وجميع اعضاء جروبنا الكرام، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك، اعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركه. هننتظر مع بعض يا شباب التحديث، وهنشوف بعد كده دولة ليسنسد تفتح معانا الترددات طبعا كلنا اللي عاوزينها، دولة كومبلانس تيست نفس الدولة بدون أي مشاكل، بس عندنا دولة حديثة دولة ليسنسد هي بعد دولة كومبلانس تيست، فبتفتح بعض الأوبشنات وبعض التحكمات زي ما أنتم شايفينها، والأوبشنات دي هنشرحها في فيديوهات سابقة إزاي بنتحكم من خلال الموبايل ونتحكم من خلال تخطيط شامل على بعض الأوبشنات اللي هتنزل على الموبايل والتحكم من خلال النانو ستيشن ام 5 أو أجهزة يوبيكويتي. هننتظر مع بعض لحظات يا شباب وهنشوف التحديث الخاص بدولة ليسنسد على النانو ستيشن ام 5. يبقى كده شرحنا النانو ستيشن ام 5 والنانو ستيشن الام 2 والروكت الام 5، بتحدثهم كلهم بسوفت وير واحد، وبقول سوفت وير عبقري، يعني عبقري بمعنى الكلمة. طيب هننتظر مع بعض يا شباب نشوف الفكرة مع بعض ايه اما يخلص النانو ستيشن.
طبعا عند التحديث لازم تتاكد من الكابلات بتاعتك، وتتاكد من الباور، وتتاكد من ثبات التيار الكهربائي، تتاكد من نسخه الجهاز بتاعك اللابتوب. لو اي مشكله طبعا عندك في الكلام ده، ممكن بيحصل ليه تلف الفلاش، او بيحصل ان السوفت وير اللي على الفلاش ده طبعا بيضرب، فبترجع تنزله طبعا اول حاجه من خلال برنامج تي اف تي بي، وشرحناه ازاي بنضغط على زرار الريست لحظات وبنحضر السوفت وير، وبعد كده بندخل على البرنامج. طبعا لو الجهاز النانو ستيشن او اجهزه يوبيكيت ما بتقبلش عندك من خلال البرنامج تي اف تي بي، فالنهايه بتاعتك بتروح تشحن الفلاشه بتاعتك على مبرمجه، او بتشتري فلاشه جديده لو الفلاشه بتاعتك طبعا انتهت خالص. هندخل على جهاز النانو ستيشن زي ما انتم شايفين التحديث الاخير، وهنشوف دوله لسنسز زي ما انتم شايفين عندنا طبعا يو بي ان تي، يو بي ان تي. هندخل اللوجو طبعا في الاسفل زي ما انتم شايفين كده، طبعا عندنا زي ما انتم شايفين الاكس دبليو 6.1.7 لسنسد. قائمة الوايرلس، قائمة الوايرلس طبعا زي ما انتم شايفين هندخل نختار اكسس بوينت، وبعد كده ناخد الترددات اللي موجودة معانا. هتلاقي قائمة ترددات كتيرة جدا جدا، ومن خلال تغيير الدولة ما ننساش ان احنا نغير الدولة يا شباب لسنسد، وقلنا الدولة دي مهمة جدا جدا، وزي ما انتم شايفين قائمة كبيرة جدا جدا من الترددات، وهي اكبر من ترددات طبعا الام 2، اكبر من ترددات الام 2. ترددات الام 5 زي ما انتم شايفين اكثر من ترددات النانو ستيشن ام 2 والروكت الام 2 زي ما احنا شايفين كده. يا ريت يكون الشرح فاد الجميع، ونعمل مشاركه للشرح لان مهم جدا جدا يا شباب. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.